السلام عليكم من جديد متابعين شرقاوي، والنهاردة حلقة حصرية، حلقة كلكم أو معظمكم تسألوا عليها: إزاي نبدأ نتعلم باركور؟ على فكرة الموضوع سهل خالص، تابعوا معايا. Watch your words, they come around quick like karma. I'm so sick on dharma. Plowing through these fields, homie, I'm a farmer. Praying on my knees, but I ain't no martyr. Went to the same high school as Jeffrey Dahmer. Like the thing, I'm a young Lebanese scholar. طيب مبدئيا لازم نصلح بعض المفاهيم. ايه هو الباركور؟ الباركور هو فن الحركه، مش بايات رولز ولا قواعد ولا قوانين، يعني فيل موفمنت، ارت اوف موشن. فبالتالي اي حركه انت هتعملها تنجز في وقتك، خليك تتخطى مسافه معينه، خليك تتخطى حاجز، فهي باركور. بس في البدايه لازم نفرق كده بعض المفاهيم. الباركور دي لعبه رياضه كامله، ولكن تختص اكتر بتخطي الحواجز، بتحرك من نقطه A to Z. بمعنى صح انت بتجين مسافه، بتكسب مسافه، بتكسب وقت، بتكسب ستايل. فاحنا لازم نفرق جدا بين الباركور والفري رانينج. مش معنى ان انت عاوز تتشقلب يبقى انت عايز تتعلم باركور، لا، الباركور مش شقلبه. عايز تتشقلب ممكن تلعب جمباز، الجمباز ده بتاع الشقلبه بس. فالباركور انت ممكن تتشقلب، بس لازم تفهم بعض المسميات البسيطه دي، عشان احنا كناس بتلعب باركور بنتضايق منها لما حد يكون بيتشقلب بس يقول على نفسه ان انا بلعب باركور. لا، هو باركور رياضه لازم تقدر مفاهيمها عشان احنا نحبك يعني، وفي الاخر كل واحد حر، وده رأيي الشخصي. فزي ما اتفقنا الباركور انت ممكن تشقلب فيه، تعلم حركات تخطى بيها حواجز، حركات فيها ستايل، حركات بتوفر عليك وقت ومجهود ببعض التكنيكس. ومن الاخر الباركور رياضة ممتعة، انت مش لازم تكون بتعلمها لغرض معين، انت ممكن تتعلمها لغرض انت حابب تتحرك، حابب تحرك جسمك زي الطفل كده اول ما بيتولد بيحب يطلع وينزل هو ده الباركور. الباركور حاجة بيور بسيطة. فبالتالي النقطة دي تاخدنا ان الباركور سهل اي حد يتعلمه. في اسئله كتير كده شائعه بتقول لك انا وزني تقيل ينفع العب باركور، انا سني كبير ينفع العب باركور، انا سني صغير ينفع العب باركور، انا طويل انا قصير تخين رفيع. طبعا الباركور لا يرفض احد، سواء بنت سواء ولد سواء ايا كان. الباركور ما هو الا متعه الحركه، فانت ممكن تعمل حركات بسيطه تناسب لياقتك، وزنك، طولك، سنك، وبالتالي اي حد عادي ممكن يتعلم. ننتقل بقى على النقطه الثانيه، احنا ازاي ممكن نتمرن باركور. في عده طرق. اول طريقه تليرن يور سيلف، زي ما انا عملت. انا بقالي 6 سنين 7 سنين بلعب باركور، وصلت ان انا بقيت بمرن باركور وبمرن اللي انا اتعلمته عن طريق ان انا علمت نفسي. ازاي؟ اطلعت على خبرات الناس السابقه، اتفرجت على توتوريالز فيديوهات تعليم، وبدات انزل واطبق. فانت ممكن تسلك المسلك ده، انت مش ممكن تعتمد على حد خالص. لو انت مثلا في المنطقه بتاعتك مفيش حواليك كباتن، لو انت طبعا دلوقتي في حجر الصحي مش عارف تنزل وعايز تتمرن باركور، تقدر تتمرن باركور عادي، مفيش حاجه بايدك. انت مجرد بس انت تعرف البيزكس، تعرف التوتوريالز، التيبس، ازاي تعمل الكلام ده وتطبق خطوه خطوه. وطبعا ده بعد ما تاهل جسمك ويكون قوي. فانت ايه، بتبدا بحركات بسيطه، مش تخش تغشم على طول وتاذي نفسك، تمام؟ كل حاجه بعقل. وهنا برضو تاخدنا النقطه الثانيه، الباركور مش رياضه تهور. طبعا بتشوف ناس بتنط من فوق امارات، ناس بتنط مسافات عاليه، ناس بتشقلب شقلبات كتير، ناس سريعه، كل ده ما جاش بالتهور. هو اي نعم في نسبه بسيطه من الادرينالين، ولكن النسبه الكبيره هي ثقه وممارسه كتير جدا بتخليك تبني ثقه داخليه ان انت تعمل الحركه دي. يعني هو مش تهور خالص. وبرضه نصح بعض المفاهيم، الباركور مش رياضه تهور اطلاقا، تمام؟ طيب انت دلوقتي عايز تبدا باركور، هتعمل ايه يا سيدي؟ هتفتح اليوتيوب، تمام؟ هتكتب مثلا عايز تعلم حركه معينه، عايز تعلم بيزكس، عايز تعلم الكلام ده كله. انا الفتره الجايه ان شاء الله هعمل توتوريالز، هعمل شرح ازاي تتعلم باركور في اوضاع عديده بقى، سواء في البيت سواء بره البيت، حاجات كتير. انت ما تنساش تعمل سبسكرايب لو انت مش عامل سبسكرايب اول مره تشوفني، وتفعل الجرس. ولو انت عامل سبسكرايب اسمع اللي هقوله لك، هتشيل السبسكرايب تعمل سبسكرايب تاني وتفعل الجرس. ليه؟ لان اليوتيوب فيه شويه مشاكل وده هيحل ان شاء الله المشاكل. نكمل كلامنا. انت هتفتح اليوتيوب تسيرش على حركه معينه باسم توتوريالز اوف مثلا باك فليب، توتوريالز اوف مونكي فولت، وهتلاقي شرح بالتفصيل للحركه دي، وانت تحاول بقى تطبق واحده واحده، حاول تطبق واحده واحده، شوف ايه الحركات اللي توصلك للحركه دي. يعني مثلا المونكي، ايه الحركات اللي تاهلك ان انت تلعب مونكي من فوق سور؟ الاول انت بتلعبه على الارض، وهكذا بتلعبه بقى من سور واطي، سور عالي، هكذا هكذا هكذا، في توابع، في سلم بتطلعه، مش بتجيب الحركه على طول، اوكي؟ وهكذا الباك فليب، بتعمل باك رول وهكذا.
تمام. كل ده هنعرفه ان شاء الله بالتفصيل في شروحات هنا على القناه. خلاص يبقى اول حاجه سهلتها عليك واختصرت لك المسافه اللي انت ممكن تتعلم باركور من بيتك. ممكن تتعلم باركور وانت قاعد في بيتك، ممكن تتعلم باركور من غير ما تنزل، من غير ما تعتمد على حد اطلاقا. طيب انت دلوقتي شخص الان شخص ما عندوش الجرأة دي، شخص مثلا عايز الاول يهيئ جسمه، عايز يخس، لسه حاسس ان سنه صغير فعايز حد يمسكه حد يساعده، فانت بالتالي هتدور على المدرب حوالين منطقتك وتبدا تستعين بيه وهو هيفيدك جدا جدا. ولكن يكفيك جدا ان انت تتعلم نفسك بنفسك، وهتبقى فخور جدا بنفسك وبالانجازات اللي انت هتحققها ان شاء الله. الموضوع مش سهل خالص، just do it، اعملها وبس. ابدا بحركات بسيطه، ابدا بالبيزكس، ابدا وهي هتيجي معاك واحده واحده. وطبعا الباركور هو ستيبس بس مش ليفلز، يعني ما نقدرش نحكم ان ده جامد جدا وده مش جامد جدا، لا هو الباركور ستايل، كل واحد ليه الستايل بتاعه، كل واحد ليه الستايل اللي يخصه. يو كانت جادج اني وان، فاهم؟ انت ما تقدرش تحكم على حد خالص في الباركور. هو جاست هاف فن، جاست دو ات، جاست ميك ا موفمنت. فبس الموضوع بسيط، الموضوع مش معقد خالص. هقول لك على سر، انت لما لعبتش باركور انت فايتك متعه كبيره جدا جدا جدا. فانصحك ان انت تفكر كده وتشوف نفسك وتبدا تلعب باركور. برضو في حاجه مهمه جدا، بيئه التمرين. بيئه التمرين، انت ما ينفعش تطلع تتمرن على طول على الاسفلت، ده بقى متجه لجزء الشقلبه. الباركور انت ممكن تطلع تتمرن كده على البيزكس عادي او الدور في الشارع، لكن نيجي للجزء المهم وهو الشقلبه. ما ينفعش تطلع تتشقلب على الارض يحصل لك مصيبه، لا. فانت لو عايز تتعلم بقى الشقلبه اللي هو جزء من الباركور، ان هو مش الباركور كله، فبالتالي انت بتتمرن على حاجه سيفتي، بتتمرن على مرتبه، بتتمرن على سيفنج، الكلام ده كله لغايه لما تتقن الحركه تماما وتبدا بقى تطلع تتمرن على الرمله، على رمله شاطئ. تتمرن عليها برده كتير، ودي بتساعد ان انت بتقويك وبتقوي عضلات جسمك وبتقوي العضلات المسؤوله عن الحركه اللي انت بتتمرن عليها. وبعد كده ممكن تطلع تجربها على النجيله تحاكي الارض، وبعد كده لغايه لما توصل بقى لمرحله الاتقان وان انت خلاص وصلت جدا فيها هتطلع لوحدك تلعبها على الاسفلت او اوت دور. اوكي، اخر حاجه احب اقولها لكم، محدش يتهور، خاف على نفسك جدا، اتقن، ما تزهقش، اتقن، لازم تتمرن كتير، تتمرن على حاجه لوحدها كذا مره لغايه لما تتقن، توصل لمرحله الاتقان، وبالتالي بعد كده تبدا تطبقها اوت دور. اوكي، ستاي سيف، ما تخطرش. وده كان الفيديو بتاع النهارده، رد على السؤال المتكرر. فبالتالي اي استفسار، اي سؤال اساله تحت في الكومنت، هرد عليهم كلهم، يا اما بفيديوز، او لو سؤال ايرجنت قوي، سؤال خلاص مش هينفع تصبر عليه، تروح على الانستجرام. ده طبعا لازم تروح على الانستجرام، هتعملي فولو، تدخل تكلمني في الدي ام وهرد عليك ان شاء الله. ستاي تيوند، انتظروا الجديد، ما تنساش ان تتعمل سبسكرايب. وطبعا مش هقول لكم ان انتوا تنزلوا تعملوا لايك على الفيديو، لان ده بيساعد جدا في الاستمراريه في المحتوى ويوصلكم كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، كان معكم شركاوي، سلام. Watch your words, they come around quick like karma. I'm so sick on dharma. Plowing through these fields, homie, I'm a farmer. Praying on my knees, but I ain't no martyr. Went to the same high school as Jeffrey Dahmer. Like the thing, I'm a young Lebanese scholar.